كان يكتب جملة اسمية. اكتب جملة فعلية في دفترك. ها يلا عبد العزيز قم بقراءة الجملة. خالد يكتب جملة اسمية. اكتب جملة فعلية. لحظة، خالد يكتب، هذه جملة اسمية يا عبد العزيز؟ تتكون من الصديقين الاثنين المبتدأ والخبر. عبد العزيز، إذا قمت بترتيب هذه الجملة تقول يكتب خالد، أليس كذلك؟ يكون نوع الجملة ماذا يا يوسف عندما أقول يكتب خالد؟ إن شاء الله فعلية. فعلية، أحسنت يوسف عمري، جزاك الله خيرا. عبد العزيز، أعد كتابة الجملة الاسمية التي تتكون من الصديقين الاثنين وهما المبتدأ والخبر. من أنهى؟ ها حلا أمجد، أين أنت يا حلا؟ نعم ماشي ما خلصت. بس أقرأ جمل يا ماس. نعم يا عمري، قم بقراءة الجمل، هيا أسرعي. جملة اسمية، البنت مجتهدة. جملة فعلية، أحرص على مساعدة الآخرين. عيني على الجمال والتألق، جزاك الله خيرا يا حلول. ها من أنهى؟ مش أنا خلصت، ثاني واحد مصطفى أصلان. يلا حبيبي يلا يا عمري اقرأ. جملة اسمية، عمر رسم لوحة رائعة. نعم أحسنت عمر. لا لا لا، تعال مصطفى أصلان حبيبي، عندما تقول عمر رسم، هل هذه جملة اسمية؟ ايش ترتيب الجملة يا مصطفى أصلان؟ أصلاً معي حبيبي؟ معاك يا ممكن أنا جملتي الأولى؟ ماس كتب جملتك الوحيدة مصطفى. ماس أنا ماس أنا كتبت ماس أنا كتبت قصة عن الدرس ده. نعم حبيبي سوف نبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى الآن باستكمال الجزء الثاني، ومن بعد ذلك نقوم بقراءة كتاباتكم يا أبطال. اختصارا لكل هذه التهيئة، الجملة الاسمية تبدأ باسم، تتكون الجملة الاسمية من صديقين اثنين وهما ويكونان دائمان مرفوعان. أما الجملة الفعلية فهي جملة تبدأ بفعل، إما أن يكون هذا الفعل ماضي أو مضارع أو أمر، وهي تتكون من صديقين اثنين ولهما ثالث. هل تتذكرون من هما الصديقين الأساسيين في الجملة الفعلية؟ نعم نعم حلا، ما هما الصديقين منهما؟ المبتدأ والخبر. أنا أقول في الجملة الفعلية حلول، الفعل فعل الفعل والفاعل، والصديق الثالث والمفعول. رائعون يا رابع، لو سمحت الجميع على وضع ميوت الآن، سوف نبدأ درسنا الجزء الثاني في مركز التسوق الآن. تتشغل ممكن أقول حاجة؟ نعم مصطفى، هيا حبيبي أسرع. هقولك جملتين. يذاكر مصطفى دروسه قبل أن يلعب على البلاي ستيشن. نظف البيت قبل أن تلعب. لاثنان جملتين فعليتين يا مصطفى، لا توجد جملة اسمية في جملك. أعد كتابة الجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر من جديد لو سمحت. هيا، أهداف درسنا اليوم إن شاء الله تعالى أن يكتب الطالب موضوعا يتضمن تعليمات مناسبة لزيارة مركز التسوق صورة صحيحة، أن يوظف علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة أثناء الكتابة توظيفا صحيحا. هل أنتم معي؟ نبدأ ونقول بسم الله. بالأمس أخذنا كيف أكتب بعض الإرشادات عند زيارتي لمركز التسوق، أليس كذلك؟ نعم صحيح.
نعم، قولي حالة أمجد بعض الإرشادات يا حبيبتي، وبعدك يوسف، وبعدك بعد يوسف عبد العزيز، هيا يلا حلقة أمجد. أول صورة تأكد تدوين جميع الأشياء التي تحتاجها حتى لا تنسى الاحتياجات التي تريدها من مركز التسوق. قم بشراء المنتجات الوطنية لتدعم منتجات بلادك. يا قلبي جزاك الله خيرا. هيا يوسف، يلا يوسف البطل. يوسف هيا يا يوسف. مس انا كتبت يا ستة. احسنتي يا عمري، رائعة. مس حتى انا كتبت ستة. اقرأ يا عبد العزيز بعض التعليمات التي قمت بكتابتها في دفترك. وانا يا مس ينظر الى التواريخ وحاسب. قلت يا عبد العزيز، عبد العزيز يا حبيبي، قلت عندما تبدأ بكتابة التعليمات عليك أن تبدأ الجمل بفعل أمر، أمر، تقول له اكتب. أمامك الصور التي أمامك الآن في الباوربوينت، هل ترى هذه الصور؟ نعم. نعم، هناك صورة الأولى أليس كذلك؟ نعم. هذه الصورة الأولى سوف تعبر عنها أن تقول اكتب احتياجاتك في ورقة قبل الذهاب إلى مركز التسوق. الصورة الثانية، اشتري منتج وطني وشجع منتجات بلادك. الصورة الثالثة يا عبد العزيز. الصورة الثالثة، انظر إلى التاريخ. جزاك خيرا، رائع. انظر إلى تاريخ الصلاحية قبل أن تشتري المنتج. الصورة الرابعة عبد العزيز. تأكد من التواريخ. نعم، الصورة الرابعة تعبر عن وخذ لك اشتري الطعام الصحي أليس كذلك؟ نعم. ولا تقترب من الأشياء الغير صحية التي ليس لها قيمة. وفي النهاية يقول لك ها، حاسب على مشترياتك قبل أن تغادر مركز التسوق. نعم حبيبتي. أنا كتبت لا تغادر المكان قبل التأكد من دفع الفاتورة. رائعة يا عمري، قمت ببداية الجملة بأسلوب نهي، صحيح؟ صحيح. أحسنتي، جزاك الله خير. نعم ياسين يا حبيبي، قل. مس علي ياسين. نعم علي يا عمري. عاد أقول الجمل كتبتها إرشادات. نعم حبيبي، ماذا تقول؟ الإرشادات التي كتبتها. نعم قول الإرشادات، هيا. تأكد من التاريخ، اشتري الأشياء المفيدة، اشتري الحاجيات، اكتب ما تحتاج، اذهب لتحاسب قبل أن تذهب إلى البيت. أحسنت يا عمري، جزاك الله خيرا. يا أبطال، الجزء الثاني اليوم من الدرس بإذن الله تعالى، نتعلم كيف نقوم بكتابة تلك الإرشادات داخل موضوع تعبير موظفا. موظفا ماذا معلمتي؟ سوف أقوم بتوظيف علامات الترقيم وأدوات الربط. ما هي علامات الترقيم وما هي أدوات الربط؟ هيا يا رضوان، اقرأ علامات الترقيم الموجودة أمامك الآن في الباوربوينت لو سمحت. رضوان، يامن، يامن، هل تستمر في مشاهدتنا يامن من دون صوت ومن دون أي تواصل معنا يامن؟ هل هذا يعجبك يا يامن؟ لا يامن، بعد إذنك تفاعل معنا، لأن التفاعل عليه درجات يا يامن. ها، اقرأ علامات الترقيم الموجودة أمامك يا يامن. أنا عارف يامن كويس، هي يا مصطفى، مصطفى مصر،
لو سمحت مصطفى لا تتحدث بدون الأذن لك بعد إذنك. أنا أعرف من معي والجميع يشارك في حصتي، أليس كذلك؟ نعم. لو سمحت كن هادئا. أنا أتحدث الآن مع يامن. يامن قم بقراءة التعليمات لو سمحت، العلامات الترقيم الموجودة أمامك على السلايد بتاعة الباوربوينت لو سمحت. يلا. علامات الاستفهام، علامات التعجب، النقطتان، يامن يقرأ من اليسار إلى اليمين. يامن يقرأ من اليسار إلى اليمين. هل نحن بنقرأ إنجليزية يا أستاذ يامن؟ اقرأ من اليمين إلى اليسار، هذه اللغة العربية. ابدأ باليمين. علامات الترقيم هي النقطة، النقطة الفاصلة، العلامة التعجب، النقطتان، ها، الرأسيتان، الرأسيتان، علامة الاستفهام. إذا يا أبطال، هذه علامات الترقيم الواجب علي توظيفها عند كتابة موضوع تعبير متميز، ألا وهي النقطة، الفاصلة، علامة التعجب، وعلامة الاستفهام، والنقطتان الرأسيتان. النقطة تكون في، اقرأ يا علي، علي كريم. علي كريم، علي كريم، النقطة تكون في آخر الجملة، النقطة الجملة. نهاية الجملة، أحسن. نعم، نهاية الجملة التامة. التامة، أحسنت، التامة في المعنى. هكذا بعد أن تميت الجملة وتميت معناها، أقوم بوضع نقطة، مثل ما أقول لك يا رابع انتهت الحصة والسلام عليكم ورحمة الله، نقطة. أنا وضعت هنا النقطة لأنني تميت كلامي، خلاص أنهيت من كلامي، تميت. أنهيت وتميت معنى كلامي، لذلك وضعت نقطة. أما الفاصلة علي، الفاصلة تفصل بين الجملة الطويلة. الجمل الطويلة، عندما تقول لي معلمتي أنا في يوم العطلة ذهبت إلى حديقة المتحف، فاصلة. بعد ذلك ذهبت إلى وليكن مركز التسوق، فاصلة. إذا الفواصل هنا يا أبطال تفصل بين الجمل الطويلة. أما علامة الاستفهام علي، علامة الاستفهام عند السؤال. عند السؤال، أحسنت. كما أسألك أنا كيف حالك اليوم، علامة استفهام. فهمتم؟ النقطتان الرأسيتان بعد القول، كما أقول مثلا قالت المعلمة، نقطتان فوق بعضهما، هكذا نقطة تشيل فوق رأسها نقطة ثانية. تأتي هذه النقطتان بعد القول، مثل ما أقول قال يامن، نقطتان رأسيتان. أنا لم أنم يا معلمتي، أنا هكذا مستيقظ معكم في الحصة. قال ياسين، نقطتان رأسيتان، وأنا معك معلمتي وأنا أريد الإجابة. أقول له أنا هيا يا ياسين لو سمحت اقرأ أدوات الربط. ياسين الحوت، اقرأ أدوات الربط ياسين الحوت لو سمحت، حاول ألا تضيع وقت الحصة. يلا يا عمري، ما هي أدوات الربط؟ واو وثم. الواو وثم، أحسنت. العلم. الواو بتفيد ماذا يا أبطال؟ يوسف، 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 أين أنت يا يوسف؟ يوسف، ربما نام يوسف منا في هذه الحصة. أنا عارف يا نعم. أستاذ،
نعم يوسف، أنا الآن مع يوسف فقط لو سمحتم. يوسف يا عمري، هل تتذكر عندما أخذنا أدوات الربط وقلنا أن منها الواو وثم؟ نعم أليس كذلك؟ يمس الصوت بأبطع. هل الصوت بيقطع عند الجميع؟ نعم لا لا هكذا يقطع هكذا؟ لا يعني بيعمل هيك يعني. نعم ماشي يعني بيقطع بيتحمل. نتحمل بإذن الله تعالى. الأسبوع القادم بنكون في المدرسة ولا توجد مشكلة، فقط نتحمل القليل. أدوات الربط هي الواو وثم يوسف، أليس كذلك؟ نعم. الواو ماذا تفيد الواو؟ المشاركة بين شيئين، كما يقول يوسف أكلت ساندويتش وجزر. ما رأيك في هذه الأكلة؟ أكلة لذيذة يوسف أم لا؟ أنا هقول أكلة. إذن عندما أقول لك أكلت ساندويتش وجزر، إذن الواو هنا أفادت المشاركة بين ماذا؟ بين الساندويتش والجزر، أليس كذلك؟ إذن الواو هنا قامت بربط الساندويتش والجزر، صحيح يوسف؟ نعم. إذن ماذا أفادت ثم؟ ماذا تفيد ثم في الجمل؟ عندما تقول لمعلمتي أنا ذهبت إلى الحديقة ثم الترتيب. ذهبت إلى البحر الترتيب. قمت بترتيب أشيائي. أنا ذهبت إلى الحديقة أولا ومن بعد ذلك ذهبت إلى البحر، أليس كذلك؟ إذن هكذا فهمنا يا شباب؟ نعم. من لم يفهم أعيد له مرة أخرى لا بأس. هل عندك أي سؤال؟ ثم الشريحة التي تليها، هل عندك أي سؤال؟ لا أنا لا أفهم كويس. بس أنا عندي جملة كمان يا مس. هذه أرتب أغراضي ثم أذهب إلى البحر. أحسنت يوسف، هذه ثم أفادت الترتيب، أليس كذلك يوسف؟ نعم. رائع حبيب، جزاك الله خيرا. الآن سوف ننتقل للشريحة التي تليها. بعد إذنكم يا صف رابع، إذا كان عندكم أي تساؤل اسأله فورا ولا تتردد قبل أن ننتقل إلى الفكرة التي تليها، اتفقنا؟ نعم. الآن سوف أقوم بترتيب كتابتي. كيف أقوم بترتيب كتابتي؟ أمامك هذه الشريحة، سوف تأخذ منها الآتي. أنا أمامي أولا حلى أمجد، هل أنت معي؟ حلى أمجد. حلا أمجد، نحن نكتب في بداية موضوع التعبير العنوان، أليس كذلك؟ نعم. نعم صحيح، وبعد ذلك نقوم بترتيب الموضوع. كيف أرتب موضوعي حلا أمجد؟ الموضوع يتكون من ثلاثة أفكار، أليس كذلك؟ أول فكرة هي المقدمة. المقدمة. نعم، وبعد ذلك العرض. ها. ثم الخاتمة. إذن الموضوع يتكون من يا أبطال فكرة. الفكرة هي أن أقسم الموضوع هذا لي موضوعي إلى فقرات، كل فقرة منهم تختص بفكرة معينة. فالفكرة الأولى أكتب فيها فقرة تكون المقدمة، والثانية تكون عرض الموضوع، المعلومات الواردة في الموضوع، والخاتمة تعودنا أن الخاتمة دائما بتكون الخلاصة. الخاتمة بتكون ماذا؟ خلاصة. الخلاصة. أليس كذلك؟ أهمية الالتزام بالإرشادات. في هذا الموضوع سوف أكتب مقدمة مشوقة مثل هيا أنا الآن ذاهب إلى مركز التسوق، فأنا أحب كثيرا الذهاب إلى مركز التسوق، فأنا أشتري الأشياء الكثيرة التي أحبها، أتسوق هكذا مع أمي وأتسوق مع أبي وأتي بالأشياء الرائعة. هكذا تكون مقدمة مشوقة. بعد ذلك أكتب عرض الموضوع، ألا وهو وعلي عندما أذهب إلى مركز التسوق أن ألتزم ببعض الإرشادات، وهي
واحد كذا، اثنان كذا، ثلاثة كذا. سوف أكتب الإرشادات الخاصة بي في العرض، والخاتمة أكتب أهمية الالتزام بالإرشادات كما أقول، وفي النهاية إذا التزمت بهذه الإرشادات أكون هكذا تسوقت بنجاح وحصلت على احتياجاتي من دون أن أكون مسرفا، وأن يعني الأشياء التي استفدتها أنت من هذه الإرشادات. اتفقنا يا عطاء؟ الآن افتح دفترك وقم بكتابة الموضوع، لكن قبل أن تبدأ هل أحد عنده أي تساؤل؟ لا لا لا. حد لا. عنده أي سؤال؟ مش ممكن أكتب في الكتاب، أسعى عندي مكان. أكتب في الكتاب لا بأس، عادي. اتفقنا يا شباب؟ مش نكتب قطعا عن إيه؟ مش لا تنسى الإرشادات التي أمامك الآن. أنا سوف أفتح لك صفحة الإرشادات هكذا، اقرأها دقيقتان اثنان، اقرأها جيدا بإمعان. بس أنت لست صغيرا يا بطل حتى أقول لك صفحة رقم كم، افتحها وحدك، اعتمد على نفسك يا سي. صفحة واحدة اسم الدرس مركز التسوق، في مركز التسوق، اعتمد أنت على نفسك وقم بفتح الصفحة. مش أسوي تدريبات؟ مش مكتوب 67 أسوي تدريبات؟ لا لا، عليك من الرقم الموجود عندك في الباوربوينت، ابحث عن الدرس وافتحه. طيب فتحته؟ مكتوب عندك في مركز التسوق؟ أيوة مركز التسوق. نعم هكذا، أنت لست بصغير حتى أقول لك بالصفحة. يا مس رائع يا حبيبي، جزاك الله خيرا. الآن اقرأ بإمعان هذه الإرشادات بعد ذلك بكتابة موضوعك. تأكد من تدوين. مش نفس الصفحة اللي عملناها من قبل. مش بيصير إقراء. لا، الجميع على وضع ميوت. قم بقراءة الإرشادات بإمعان لك وحدك فقط بصمت. مش كتبت الواجب. عملت موضوع التعبير كاملا يا حلا؟ نعم. يتكون من مقدمة وعرض وخاتمة. تيتشر أنا هبعت لك الواجب بتاع الألف الفارقة لو أصلا. ها أنهيتم قراءة الإرشادات أم لا؟ صح أنهيتم. طيب الآن معك يتبقى من الحصة فقط بتنتهي 55. طيب نعم، سوف أفعل الآن على وضع ميوت، وأنت معك 5 دقائق لإنهاء كتابة الموضوع. بعد ذلك مش في الكتاب ولا دفتر. في كتابك أو في دفترك. أهم شيء أكتب في كتابك أفضل، في كتابك، واكتب عنوان الدرس واكتب تاريخه. سوف أفعل الآن على وضع ميوت، معك 5 دقائق فقط. مس خلصت العنوان. مس فين مس بالكتاب؟ حبيبتي حلا اعطي فرصة للآخرين كي ينهوا أيضا، انتظري 5 دقائق. مس يا مس
مس اكتبه فين؟ من يسأل ذلك السؤال؟ ياسين. ياسين أحمد. لا إله إلا الله. الآن تذكرت أين أكتبه يعني؟ إما في دفتر أو في كتاب. تفضل في الكتاب. هذا مو تاريخ على الكتاب وقم بكتابة الموضوع. أسرع.
انتهيت. خلصت والله كتابي كتابي انتهيت. ولا كمان اخ يا اخي هلا لازم نسكر. خلصت الحصة يا لسه الحصة ما خلصتش. لسه الحصة ما خلصتش بلا 58 50. اسكت خلصنا 58 بتبدأ الحصة اللي بعديها. خلصت الحصة صح بابا كده بس انا مسمع مال الماتي. اسكتوا انهيت يا استاذ. نعم ايوه نعم نبدا بقراءه الموضوعات. ابدا عبد العزيز. يا مس لا خلصت الحصة. ابدا يا عبد العزيز في قراءه الموضوع بسرعه. كانت يوسف اللي عم يقول خلص الحصة مش انا. بعرف حبيبي كما تريد يوسف. أنا فقط أقول كيف ومتى تنتهي الحصة. طيب يا مس. يلا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ذهبت إلى المتجر عليك أن تكتب قائمة المشتريات فاصلة وتنظر إلى التاريخ فاصلة وتشتري طعاما صحيا. أين المقدمة؟ أكلت المقدمة؟ مس لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنت جميل يا عبد العزيز. حاول أن تضع مقدمة هكذا مشوقة ورائعة وجاذبة. مش أنا. هيا حبيبي اقرأ. في متجر التسوق. لا لحظة عبد العزيز لم يكمل بعد يا علي. فاصلة وتشتري طعام صحيا وفاصلة وتشتري أشياء وطنية ولا تنسى دفع الفاتورة وهي قواعد المتجر الصحيح. رائع ولكن أنت لم تستخدم الفعل الأمر يا عبد العزيز صح؟ عبد العزيز ما استخدمته. لا يا حبيبي أنت قلت عليك أن تشتري عليك أن تنظر لا تنسى عليك يعني. ماشي يا عبد العزيز بمشيها. بس انا مش خلصت. مش يا علي كريم. في متجر التسوق هل تحبون الذهاب الى متجر التسوق؟ اليكم فاصلة اليكم بعض الارشادات. اولا اكتب ما تحتاج. نقطة ثانيا قم بشراء المنتج الوطني كي تشجع البلد. نقطة ثالثا نقطتين فوق بعضهما تأكد من التاريخ الصلاحية. نقطة رابعا نقطتين فوق بعضهما اشتري ما هو مفيد. نقطة خامسا قلل من الأشياء الغير صحية. نقطة سادسا نقطتين ولا نقطتان تستخدمان عند القول يا علي بعد القول. لا تنسى أن تحاسب قبل الذهاب إلى المنزل. نقطة أخيرا انتهيت من التسوق ولن تكن مصرفا. مش أنا مش خلاص هذه مش أنا مش على مش أنا. هيا يا مش أنا مش طيب. السلام عليكم اليوم سأرشدكم بالإرشادات التسوق. قبل أن أذهب إلى قبل أن أذهب إلى السوق أكتب حاجياتي في ورق في ورقة خارجية. أشتري الأشياء الصحية. لا أنسى أن أسكر الثلاجة قبل
أنا وغادر ذكر الثلاجة تبع الخضروات. لا أغادر قبل دفع الحاجيات. يا أستاذ أين الفعل الأمر يا أستاذ؟ مس فعل الأمر بالأخير. ثانية مس بسرعة. قلت حاول أن توظف الفعل الأمر في التعليمات المصطفى. بس أنا خلاص بس خلاص هذا مسوي. هيا أقرأ الخاتمة. لا أشتري. أنا مش ممكن أقرأ ممكن أقرأ. بس لا أشتري الحاجيات مثل الحليب. الاحتياجات الاحتياجات ليست الحاجيات. ما هذه الحاجيات؟ احتياجات. احتياجات يا مس. مس مس لا أشتري هاي حاجات مثل الحليب قبل أن أرى عام انتهائها، يعني مس لما يخلص لازم ما أشتريها مس. وكمان أصلاً أنت أخذت وقت كثير جداً. ممكن أقول يا مصطفى مصر. مس هذا مس أنا أقول يا مس هذا مس أنا. لا. أوكي. السلام عليكم. مصر بعد ذلك أنت الدور. عندكم حصة بعد هذه أم لا؟ عندنا. عندنا يا مس. عندكم. مش تأخرنا عن الحصة. خلاص حبيبي خلاص اذهب إلى حصتك وبإذن الله تعالى اكتب موضوعك كتابة تامة وسوف نصححه عندما نعود إلى المدرسة بإذن الله تعالى. هكذا فهمتم الدرس 100%؟ نعم. هل أحد أوكي. عنده أي تساؤل؟ لا. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء في رعاية الله وحفظه. مع السلامة. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مركز التسوق اكتب في ورقة كل احتياجاتك. ثانيا أطلع. أوكي. قم بشراء الأشياء الصحية. تأكد. ثالثا مصطفى ما حد عم يسمعك. مصطفى راحت من حاضر.